شفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وخاتم النبيين يا الله بحرمة الإمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يا الله بحرمة الإمام سيدنا حسن بن علي رضي الله تعالى عنه، يا الله بحرمة الإمام سيدنا حسن المثنى رضي الله تعالى عنه، يا الله بحرمة الإمام سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه، يا الله بحرمة الإمام سيدنا موسى الجون رضي الله تعالى عنه.